بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أذنت النقل أحيانا عن الناس ينبغي أن يحرر. نذكر مرة قلت في أحد دروسي عند قول الله جل وعلا: ولو أنهم قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، في آية التوبة، فقلت وأنا أشرح أنه مما يمكن أن يستنبط من الآية أن الإنسان إذا مر به ضيق أو كرب أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، ولا يقول الآية كلها ورسوله، لأن الرسول وقتها الآن ليس بحي، فلا يذكر بمثل هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. على صيغة الدعاء، على صيغة الدعاء يقول المؤمن حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. وذكرت أن هذا فيه نفع عظيم للإنسان، وقد بعد ذلك يعني جربه كثيرون ففرج الله عنهم، منهم من رزق وظيفة، منهم من رزق مالا، وقد كانوا في كرب. بعد ذلك حرر بعض الفضلاء رسالة يتناقلها الناس، وقالوا إن الشيخ، يذكرون الاسم، يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وهذا تحرير غير صحيح، أنا لم أقول هذا، وهذا أرجو يعني أن يبلغ يفقهه الناس هذا الأمر. ثم قرنوا معه أن الشيخ بن باز أثنى على هذا الدعاء، ويفهم القائل أنني أنا قلت أن الشيخ بن باز أثنى على هذا الدعاء، وأنا لم أقول هذا، بل إنني قلت إني لا أعلم أحدا قاله قبلي ولم أنسبه لابن باز، لكن لا أدري هل هذا الذي كتبها كتب الرسالة بلغه عن الشيخ بن باز رحمه الله، وهذا وارد أنه أثنى على هذه الدعاء، يعني تأوله كما تأولناه، أو أنه أراد أن يجعل لكلامه قبولا، أو أنه بلغه اجتهد فأخطأ. أيا كان، أنا لا أتحمل مسألة أن ابن باز قال شيئا ذمة ديانة، لكنني أقول من تأول القرآن، يعني من فهم القرآن، أن يقول الإنسان إذا ألم به كرب في رزقه خاصة حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.